مشاهدينا الكرام لتعليقي على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي السوداني السيد إبراهيم ناصر. أهلا بكم سيد إبراهيم. بداية، على الرغم من التهديدات المستمرة بفض الاعتصام، المتظاهرون يواصلون الاعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم، كيف ترى هذه الخطوة من المتظاهرين؟ في البداية أهلا وسهلا. أهلا بك. طبعا الشعب السوداني أو المتظاهرون في السودان مصرون على المحافظة على مكتسبات الثورة أو المحافظة على ما حقق خلال الفترة الماضية من اختلاع نظام البشير، والآن المساعي هي لتسليم الحكم للشعب. فهذه هي خيارات أو هذا هو مطلب جميع القوى السودانية أو جميع المحركين أو الفاعلة في المشهد السياسي السوداني الحالي، تريد أن تحقق مطالب وهي تحويل أو تسليم السلطة إلى الحكم بدل من استيلائها من طرف العسكر. والعسكر له محاولات لفض الاعتصام، ولكن الشعب السوداني أو المنتفض السوداني اليوم متفطن لكل خطط المؤسسة العسكرية، فبالتالي مهما حصل من ضغط للشارع فالشارع صامت وسيواصل اعتصامه حتى تتحقق مطالبه. إلى أي مدى تعتقد أن نظام البشير العميق كما سماه البعض لا يزال متغلغلا في السودان، وخاصة كما ذكر تحالف المستقلين السودانيين؟ طبعا نعم، البشير أو نظام البشير تسلم السلطة منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي وإلى الآن. طبعا هناك دولة عميقة متغلغلة ومتجذرة في مفاصل الدولة، ومن الصعب جدا الخلاص منها في خلال أيام. فالمواطن السوداني أو المحركين للحراك أو للثورة في السودان متفطنين لهذا الأمر، ويريدون أن يخلعوا النظام من جذوره. فبالتالي كلما نصب شخص أو شخصية كانت لها علاقة بالنظام البائد يحاولوا باخطار المجلس العسكري المسيطر أو المستولي على مقاليد الأمور لفترة بأخطاره وإبعاده من المشهد السياسي، وهذا كما حصل مع تعيين وزير الإعلام عبد الماجد هارون هو له علاقات أو كانت له علاقة بالنظام السابق. فهناك أمثال شخصيات كثيرة كانت لها علاقة بالنظام السابق وقريبين من الدولة العميقة. فالشعب السوداني والمتظاهرين لن تنطلع عليهم أي كذوبة، فكل ما ظهر شخص أو تسلم منصب ومعروف بعلاقته بالنظام السابق فسيرفضونه وسيغيرونه، وهذا ما حصل مع السيد الذي ذكرت اسمه. فهذه لا تنطلي، فتتطلب طبعا ايام وشهور حتى سيد ابراهيم سنين حتى يختلع. سيد ابراهيم، هل تعتقد ان مطالبات قوى الحريه والتغيير بتسليم العسكريين للسلطه يمكن ان ينفذ بسهوله بدون اي عرقله من النظام العميق الذي يمثل العسكر جزءا اساسيا منه؟ طبعا تحقيق المطالب بسهولة هذا طبعا ما يؤكد هذا فهو حالم. مهما طبعا معلوم أن العسكر إن تسلطوا أو إن تسلموا مقاليد بلد ما أو تسلموا السلطة في بلد ما، من الصعب جدا أن يحول السلطة إلى مدنيين بصورة سلسة. ولكن الآن هناك فرص متاحة بالضغط على العسكريين، لأن المجتمع الدولي والإقليمي يلفظ او يطلب يجبر من المجلس العسكري الممثل للمؤسسه العسكريه بان يسلم السلطه الى حكومه مدنيه. فبالتالي المواطنين او المنتفضين او المسيطرين او المحركين للشارع السوداني لهم فرصه او بيدهم كرت ضغط، وهو كرت القوى العالميه او القوى الاقليميه حتى يستطيعوا بها بالضغط على المجلس العسكري ويسلموا السلطة إلى الحكومة المدنية. فهذا قد نلحظه أو سوف نلحظه في الأيام القادمة، وخصوصا يوم الأحد ويوم مفصلي، لأن تجمع المهنيين وهو التجمع الذي يحرك الشارع سيقدم مطالبه السياسية بصورة واضحة، والشعب والمجلس العسكري بدوره
ما عليه إلا أن ينفذ مطالب تجمع المهنيين وإلا سيعزل السودان ويعزل كل من تسلم السلطة قصبا أو بقوة. ذكرت في بداية حديثك عن قضية فض الاعتصامات أو المظاهرات من قبل العسكر، هل تعتقد أنه ربما بتمسك العسكر بالسلطة ورغبتهم ببقاء الفترة الانتقالية لمدة سنتين بعد ذلك تحول إلى حكومة مدنية كما ذكروا، هل تعتقد أن هذه نوع من أنواع الثورات المضادة التي حدثت ويمكن أن يجر السودان إلى ما حدث لبقية البلدان أو بعض البلدان العربية التي دمرت جراء الثورات المضادة؟ طبعا من الصعب جدا أن نقول أن هناك ثورة مضادة حاليا في السودان، يعني لأن الجيش السوداني قام بخطأ خطوات بناء على مطالب الشعب، فهو الشعب من أتى أو من تجمهر حول القيادة العامة وطلب من العسكر. لكنكم الآن تطالبون بالسلطة وترفضون أن يتمسك بها العسكر، إذن هذا النوع أيضا من أنواع التشبث بالسلطة الذي قاد في بعض البلدان إلى حدوث ما رأيناه سابقا. طبعا الحالة السودانية مختلفة، يعني ليس من المنطق بأن أن نطبق أو تنطبق الحالة السودانية على الحالات الأخرى. فالمؤسسة العسكرية في الدول الأخرى كانت متسلطة ومسيطرة على المشهد السياسي السوداني، على مشاهد السياسي في البلدان الأخرى. فالحقيقة الجيش السوداني في تاريخه كان يتسلم السلطة عندما يشعر بأن الوضع مضطرب في البلاد، وبناء على مطالب الشعب يتحرك. فعندنا تذكرون نموذج سوار الذهب، حكم البلاد لفترة انتقالية كانت لمدة عام ومن ثم سلمها إلى سلطة مدنية، فهذا قد يتكرر هذا السيناريو في السودان. فبالتالي الشعب أو الجيش السوداني هو الآن مع الشعب، فعليه أن سيسلمها طبعا قطعا. طبعا ليس من الحقيقة أو ليس من الصواب أن نجزم بأن الجيش سيسلم السلطة إلى حكومة مدنية، ولكن ما عهدناه في السابق عن المؤسسة العسكرية السودانية بأنها تسلم الحكومة. وضحت الفكرة سيد إبراهيم. مثال صادق أو سوار الذهب. شكرا لك سيد إبراهيم ناصر، الكاتب والباحث السياسي السوداني، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.